بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله ومرحبا بكم، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، وتبوأتم من الجنة منزلا. وهذا مجلس جديد من مجالس الموطأ برواية الإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة رحمه الله. وكنا قد وقفنا في مجلس سابق عند الحديث 97 بعد 200. بالنسبة لحمدة، أنا أمامي أيضا في المعاجم حمدة، فربما يكون سهو أو خطأ من بعض الرواة أن يقول حمدة، إنما المشهور حمدة. نعم، هذا والله أعلم، بارك الله فيكم. طيب، بالنسبة للحديث، قلنا الحديث رقم 297، والصفحة اللي احنا قلنا عليها اللي هي صفحة 100. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبأسانيد شيخنا الكريم إلى إمامنا مالك، إلى محمد بن حسن الشيباني على الإمام مالك. قال: باب الرجل يمس القرآن وهو جنوب أو على غير طهارة. نعم، بارك الله فيك. قال: أخبرنا مالك قال أخبرنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: لا يمس القرآن إلا طاهر. قال: أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: لا يسجد الرجل ولا يقرأ القرآن إلا وهو طاهر. قال محمد: بهذا كله نأخذه وهو قول أبي حنيفة، إلا في خصلة واحدة: لا بأس بقراءة القرآن على غير طاهر إلا أن يكون جنوبا. باب الرجل يجر ثوبه أو المرأة تجر ذيلها فيعلق به قذر وما كره من ذلك. قال أخبرنا مالك قال أخبرني محمد بن عمارة بن عامر بن عمرو بن حزم عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذري. فقالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. قال محمد: لا بأس بذلك ما لم يعلق بالذيل قذر فيكون أكثر من قدر الدرهم الكبير المثقل، فإذا كان كذلك فلا يصلين فيه حتى يغسله، وهو قول أبي حنيفة. باب فضل الجهاد. قال أخبرنا مالك قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القانت الذي لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع. قال أخبرنا مالك قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لوددت أن أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل. فكان أبو هريرة يقول: ثلاثا أشهد ثلاثا أشهد الله. طبعا فأقتل ولا فأقتل ولا فأقتل، عندنا رواية المعروفة في الصحيح، لأن هنا لم يضبط. الرواية المشهورة في صحيح البخاري، نشوف كيف ضبطها، بفاء العطف ولا بفاء السببية. في صحيح مسلم، نعم، فأقتل. والذي نفس محمد بيده لوددت أني أغزو في سبيله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل فأقتل، هكذا في صحيح مسلم. نعم، فكان أبو هريرة يقول ثلاثا أشهد الله. باب ما يكون من الموت في من الموت شهادة. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن عتيك بن الحارث بن عتيك وهو جد عبد الله بن عبد الله بن جابر أبو أمه أنه أخبره أن جابر بن عتيك أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب فصاح به فلم يجبه، فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: غلبنا عليك يا أبو الربيع. فصاح النسوة وبكين، فجعل ابن عتيك يسكتهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية. قال: وما الوجوب يا رسول الله؟ قال: إذا مات قالت ابنته: والله إني كنت لأرجو أن تكون شهيدا، فإنك قد كنت قضيت جهازك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قد أوقع أجره على قدر نيته. وما تعدون الشهادة؟ قالوا: القتل في سبيل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والقريق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمفتون شهيد،
وصاحب ذات الجنب شهيد، والمقتول شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد. أصناف كثيرة ذكرها الحافظ ابن حجر كما في روايات أخرى ربما تقارب الثلاثين. يعني الخلاصة كل من مات في ميتة غير عادية وكانت نيته صالحة، والله أعلم. قال أخبرنا مالك قال حدثنا سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. قال: الشهداء خمسة: المقتول شهيد، والمطعون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب الهدم شهيد، والشهيد في سبيل الله. وقال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح. العتمة يعني صلاة العشاء. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. أبواب الجنائز. باب المرأة تغسل زوجها. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا عبد الله بن أبي بكر أن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق غسلت أبا بكر حين توفي ثم خرجت فسألت من حضر من المهاجرين، فقالت: إني صائمة وإن هذا يوم شديد البرد فهل علي من غسل؟ فقالوا: لا. قال محمد بن بلال: أخذ لا بأس بأن تغسل المرأة زوجها إذا توفي، ولا غسل على من غسل الميتة، ولا وضوء إلا أن يصيبه شيء من ذلك الماء فيغسله. باب ما يكفن به الميت. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: الميت يقمص ويؤزر ويلف بالثوب الثالث، فإن لم يكن إلا ثوب واحد كفن فيه. قال محمد: وماذا نأخذ الإزار يجعل لفافة مثل الثوب الآخر أحب إلينا من أن يؤزر ولا يعجبنا أن ينقص الميت من في كفنه من ثوبين إلا من ضرورة، وهو قول أبي حنيفة. باب المشي بالجنائز والمشي معها. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع أن أبا هريرة قال: أسروا بجنائزكم فإنما هو خير تقدمونه إليه أو شر تلقونه عن رقابكم. قال محمد: وبهذا نأخذ السرعة بها أحب إلينا من الإبطاء، وهو قول أبي حنيفة. قال أخبرنا مالك قال حدثنا زهري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي أمام الجنازة والخلفاء هلم جراء وابن عمر. قال أخبرنا، طبعا البعض يفرق بين الجنازة والجنازة. الجنازة الخشبة التي يوضع عليها الميت، والجنازة هو الميت نفسه جسما. قال أخبرنا مالك قال حدثنا محمد بن المنكدر عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه رأى عمر بن الخطاب قد يقدم الناس أمام جنازة زينب ابنات جحش. قال محمد: المشي أمامها حسن والمشي خلفها أفضل، هو قول أبي حنيفة. خلاف بين الفقهاء، البعض يقول المشي أمامها والبعض يقول المشي خلفها. باب الميت لا يتبع بنار بعد موته أو مجمرة في جنازته. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا سعيد بن أبي سعيد المقبري أن أبا هريرة نهى أن يتبع بنار بعد موته أو بمجمرة في جنازته. قال محمد: بهذا نأخذه، هو قول أبي حنيفة. باب القيام للجنازة. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن واقد بن سعيد بن سعد بن معاذ الأنصاري عن نافع بن جبير بن مطعم عن معوذ بن الحكم عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنازة ثم جلس بعده. قال محمد: بعد أن أخذنا نرى القيام للجنازة، كان هذا شيئا فتريك، وهو قول أبي حنيفة. يعني لما أبو حنيفة يرى أن هذا كان في البداية وثم نسخ، ولعل أيضا في مذهب أبي حنيفة الأخت عظمى أيضا تفيدنا في هذا مسألة القيام. إن في المذهب في مذهب أبي حنيفة هناك من تأول القيام الرسول عليه السلام لجنازة اليهودي حتى لا يعلو الكافر على المسلم كما في بعض الروايات الأخرى، تمام. في هنا أيضا إشارة المجمرة المبخرة المقبري كما هو مشهور بضم الباء. نعم، في يعني تعليقات طيبة جدا هنا. قالوا الجمهور ومالك والشافعي وأحمد على أفضلية المشي أمام الجنازة، وفي خبر صحيح مشي الراكب خلفها والماشي أمامها قريبا منه. يبقى إذن جمهور الفقهاء مالك والشافعي أحمد على أفضلية المشي أمام الجنازة، الإمام أبو حنيفة يقول المشي إيه؟ المشي خلفه. نعم. باب الصلاة على الميت والدعاء له. قال أخبرنا مالك قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه أنه سأل أبو هريرة كيف يصلى على الجنازة،
فقال أنا لعمر الله أخبرك أتبعها من أهلها، فإذا وضعت كبرت فحمدت الله وصليت على نبيه محمد ثم قلت اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. قال محمد بهذا نأخذ لا قراءة على الجنازة، وهو قول أبي حنيفة. طبعا يعني الدعاء في أحاديث صحيحة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يخلص المسلم الدعاء لأخيه في هذا الموطن. لماذا؟ أو لأخته المتوفاة. لماذا؟ لأنه سيكون في مكانه في يوم من الأيام، سيكون في مكانه. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته على آلة الحدباء محموله. قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع أن ابن عمر كان إذا صلى على جنازة سلم حتى يسمع من يليه. قال محمد بهذا نأخذ يسلم عن يمينه ويساره ويسمع من يليه، وهو قول أبي حنيفة. والمشهور عند الفقهاء التسليمة واحدة، ومذهب الحنابلة كما نعرف في الحرم المكي يسلمون تسليمة واحدة. وعند المالكية سواء بقى في الصلاة أو في غيرها، في صلاة الفريضة أو الجنازة تسليمة واحدة، والثانية سنة. يعني عندهم لا يسلمون التسليم الثانية، الأصل عموما يعني خروجا من خلاف الثانية سنة. نعم. وفي مذهب إمام مالك في تفصيل أيضا في مسألة التسليم، ممكن في روايات في مذهب إمام مالك إن المأموم يسلم، قد يسلم تسليمة واحدة وقد يسلم تسليمتين وقد يسلم ثلاثا. يسلم تسليمة واحدة إذا كان إماما، هو يسلم عاما على يمينه إذا كان يصلي خلفه فقط مجموعة عن اليمين. طيب يسلم تسليمتين إذا كان مأموما وهو يصلي خلف الإمام، فيسلم على إمامه، يسلم عن يمينه على من بجواره ثم يسلم عن يساره على الإمام. طيب يسلم ثلاثة إذا كان في أيضا بجواره عن يمينه وعن اليسار، يعني في تفاصيل هكذا، يسلم على الإمام والمأموم واللي على اليمين وعلى اليسار. والراجح وهو مذهب الشافعية أن التسليم يكون على الملائكة، فسواء صليت وحدك أو صليت مع الناس فأنت تسلم تسليمتين، هذا هو الراجح والله أعلم خروجا من الخلاف. قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع أن ابن عمر كان إذا صلى على جنازة سلم حتى يسمع من يليه. قال محمد بهذا نأخذ يسلم عن يمينه ويساره ويسمع من يليه، وقول أبي حنيفة. قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع أن ابن عمر كان يصلي على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما. قال محمد وبهذا نأخذ. هل الصوت واضح ولا في تقطع؟ السلام عليكم. تقطع شوية. معلش مولانا الشيخ أحمد، هل في عندك تقطع؟ طيب الحمد لله، يبقى عندك النت ضعيف شوية يا أستاذ عظمة. قال محمد وبهذا نأخذ ولا بأس بالصلاة على الجنازة في تينك الساعتين ما لم تطلع الشمس أو تتغير الشمس بصفرة للمغيب، وهو قول أبي حنيفة. باب الصلاة على الجنازة في المسجد. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن ابن عمر أنه قال ما صلي على عمر إلا في المسجد. قال محمد لا يصلى على جنازة في المسجد. وكذلك بلغنا عن أبي هريرة موضع الجنائز بالمدينة خارج من المسجد، وهو الموضع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة فيه. باب الرجل يحمل الميت أو يحنطه أو يغسله، هل ينقض ذلك وضوءه؟ قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع أن ابن عمر حنط ابنا لسعيد، حنط ابنا لسعيد بن زيد وحمله، ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ. قال محمد بهذا نأخذ لا وضوء على من حمل جنازة ولا على من حنط ميتا أو كفنه أو غسله، وقول أبي حنيفة. باب الرجل تدركه الصلاة على الجنازة وهو على غير وضوء. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن ابن عمر أنه كان يقول لا يصلي الرجل على جنازة إلا هو طاهر. قال محمد وبعد أن أخذ لا ينبغي أن يصلي على الجنازة إلا طاهر. قال فإن فاجأته وهو على غير طهور تيمم وصلى عليه، وهو قول أبي حنيفة. باب الصلاة على الميت بعدما يدفن. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه 4 تكبيرات. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب
الزهري أن أبا أمامة بن سهل بن حنيف أخبره أن مسكينة مرضت، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضها. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المساكين ويسأل عنهم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ماتت فأذنوني بها. قال: فأتي بجنازتها ليلا فكرهوا أن يؤذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بالذي كان من شأنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم آمركم أن تؤذنوني؟ فقالوا: يا رسول الله، كرهنا أن نخرجك ليلا أو نوقظك. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبرها، فصلى عليها فكبر 4 تكبيرات. قال محمد: وبعد أن أخذ تكبير على الجنازة 4 تكبيرات، ولا ينبغي أن يصلى على جنازة قد صلي عليها، وليس النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كغيره. ألا يرى أنه صلى على النجاشي بالمدينة وقد مات بالحبشة؟ فصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة وطهور وليست كغيرها من الصلوات، وهو قول أبي حنيفة. يعني كأنه يرى أنها خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام، وصلى عليه من صلاتك سكن له. باب، ولكن في تفصيل عند في يعني في خلاف عند الفقهاء، وراجح لا بأس بصلاة الغائب، والله أعلم. باب ما روي أن الميت، لأنه لا نص على الخصوصية. باب ما روي أن الميت يعذب ببكاء الحي. قال: أخبرنا مالك، قال: أخبرنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: لا تبكوا على موتاكم، فإن الميت يعذب ببكاء أهلي عليه. قال: أخبرنا مالك، قال: حدث عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أنها سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول: إن الميت لا يعذب ببكاء الحي. فقالت عائشة: يغفر الله لابن عمر، أما إنه لم يكذب ولكنه قد نسي وأخطأ. إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة يبكى عليها، فقال: إنه لا يبكون عليها وإنها لا تعذب في قبره. قال محمد: وبقول عائشة نأخذه، وقول أبي حنيفة. يعني طبعا إذا أوصى بذلك يعذب، خلاصة إذا أوصى بذلك يعذب، أو سكت يعني لم ينهى أزواجه أو أهله عن النياحة، فإنه يعذب. نعم. باب القبر، وهذا من استدركات السيدة عائشة رضي الله عنها وتوضيحاتها الجلية التي ذكرها الإمام الزركشي واختصرها الإمام السيوطي. باب القبر يتخذ مسجدا أو يصلى إليه أو يتوسد. قال: أخبرنا مالك، يعني يتوسد أحد ينام هناك. قال: أخبرنا مالك، قال: حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال: أخبرنا مالك، بلغني أن علي بن أبي طالب كان يتوسد عليها ويضطجع عليها. قال: بشر، يعني القبور. طبعا الجمهور كما ذكر المحقق على حرمة الجلوس على القبر أو كراهته، لأنه ثابت في السنة عن ذلك، وحمله بعضهم على النهي للتغوط ونحوه، سن يقضي الحاجة هذا المكان. هنا قال: وفي ربع، وفي زهر ربع على مجتبى السيوطي. فأما من اتخذ مسجدا في جوار صالح لقصد التبرك لا للتعظيم له ولا التوجه نحوه، فلا يدخل في ذلك الوعيد كما نقله عنه اللكنوي. طبعا هذه مسألة أن يبني الإنسان قبرا على المسجد أو أن يبني المسجد على القبر، يعني جماهير الفقهاء على حرمة هذا، ومنهم من أبطل الصلاة وراجع أن الصلاة جائزة. وقال الإمام ابن تيمية: إذا بني القبر أولا ثم بني المسجد هدم المسجد، لأنه ما بني على بطل فبطل. وإذا بني المسجد أولا ثم بني القبر أخرج القبر عن المسجد، هذا حل. طبعا هذا أيضا يشير بنا أو ينقلنا إلى مسألة شد القبور إلى المساجد، شد القبور، شد الرحال إلى المساجد عموما سواء فيها قبور أم لا. هذه مسألة الحنابلة هم الذين تشددوا فيها كثيرا، وقالوا يحرم أن يشد الإنسان الرحال، يعني أن يسافر إلى أي قبر أو إلى أي مسجد عموما. وطبعا هذه فيها مشكلة، كما قال الشيخ علي محفوظ رحمه الله في الإبداع، قال: الحديث أصلا لم يذكر القبور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى، أمر بزيارة القبور، كان في البداية ينهى، فقال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نفترض أن والدك مات ودفن
دولة أو في مدينة معينة وأنت تريد أن تسافر إلى قبره لتزوره، لا تتبرك به ولا تدعوه من دون الله ولا شيء، أنت مجرد تزوره، فهل حرام أن تسافر لزيارة قبر والدك؟ لا مشكلة، لا حرام ولا شيء، الحديث لم ينص على التحريم، وإنما الحديث تكلم عن المساجد. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد الأقصى، أو المسجد الأقصى ومسجد هذا. طبعا لعظيم فضلها، فالمسجد الحرام صلى فيه 100,000 صلاة، 100,000 صلاة، وصلى في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام بـ1,000 صلاة، وصلى في المسجد الأقصى في روايات أنها بـ500 صلاة. نعم، إنما نتكلم بقى عن مسألة الناس الذين يشركون بالله أو يتمسحون بالأضرحة، هذا موضوع آخر ملوش علاقة يعني. فهذا هو والله أعلم. أبواب الزكاة طبعا هناخد كده ولو حتى 10 دقائق لحد ما نوصل 350 حتى لا نشق على شيخنا الكريم. أبواب الزكاة: باب زكاة المال. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا الزهري عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان كان يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤدي دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدوا منها الزكاة. قال محمد: بهذا نأخذه من كان عليه دين وله مال فليدفع دينه من ماله، فإن بقي بعد ذلك ما تجب فيه زكاته في زكاة، وتلك 100 درهم أو 20 مثقالا ذهبا فصاعدا، وإن كان الذي بقي أقل من ذلك بعدما يدفع من ماله الدين فليست فيه الزكاة، وهو قول أبي حنيفة. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا يزيد بن خصيفة أنه سأل سليمان بن يسار عن رجل له مال عليه مثله من الدين عليه زكاة، قال: لا. قال محمد بن عبد الله: قول أبي حنيفة. مسألة الزكاة في الدين راجح عند العلماء في هذه المسألة إذا كان الرجل مماطلا يقول غدا بكرة بعده الأسبوع الجاي الشهر الجاي ولا يسد الدين، فلا زكاة في هذا الدين إلا إذا أداه، فإذا أداه تؤدي عنه فقط سنة واحدة، حتى وإن كان هذا المال عنده لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات تؤدي عنه لمدة سنة واحدة فقط، وهذا هو مذكور أيضا في مذهب مالك والله أعلم. باب ما تجب فيه الزكاة. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبي، والبعض قال عن كل حول بأثر تراكمي، البعض قال ولكن الراجح سنة واحدة فقط، عن أبي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5. طبعا مسألة الدين، أنا مستدين، هل أؤدي علي زكاة في هذا المال الذي استدنته؟ طبعا لا، لأن الأصل في الزكاة أنها تكون في على ما زاد على حاجة الإنسان، إنما أنا مضطر أن أنا أستلف، هل أستلف المال وأؤدي عليه زكاة؟ لا، الزكاة على الإيه؟ على المقرض وليس المقترض، والله أعلم. قال: ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، ولا فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. طبعا هذه مصطلحات، البعض بيسأل يقول إيش هو الذود وإيش هو الوسق، وسق أو الوسق، فدائما نحيل على الملخص الجميل الطيب جدا الذي كتبه الشيخ الدكتور علي جمعة حفظه الله، مفتي السابق للديار المصرية، والذي وضع فيه معاني هذه الاصطلاحات. نعم، فستجد فيه مسألة إيه؟ تجدون فيه هذه المسألة الوقية والمقادير الموازين والمقاييس إلى آخره، موجود في النت بالمناسبة، مش كبير يعني، ممكن 5 صفحات ولا حاجة، 10 صفحات. في أيضا الأخ نبيل الموصلي من العراق أرسلني قبل ذلك، جزاه الله خيرا، شيخ فاضل، له كتاب الأنيس في المكاييل والموازين والمقاييس. نعم، قال: ليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. قال محمد: بهذا نأخذ، وكان أبو حنيفة يأخذ بذلك إلا في خصلة واحدة، فإنه كان يقول: فيما أخرجت الأرض العشر من قليل أو كثير، إن كانت تشرب سيحا أو تسقيها السماء، وإن كانت تشرب بغرب أو دالية فنصف العشر. طالما أنت حضرتك بذلت مجهود وأتعبت نفسك فلابد أن الشارع الحكيم يرفق بك فيأخذ منك فقط نصف العشر، وهو قول إبراهيم النخعي ومجاهد.
باب المال متى تجب فيه الزكاة؟ قال أخبرنا مالك، قال أخبرنا نافع عن ابن عمر قال لا تجب فيه مال زكاة حتى يحول عليه الحول. قال محمد بهذا نأخذه وقول أبي حنيفة إلا أن يكتسب مالا فيجمعه إلى مال عنده مما يزكى، فإذا وجبت الزكاة في الأول زكى الثاني معه، وهو قول أبي حنيفة وإبراهيم النخعي. النصاب كما هو معلوم بيكون 84 جراما من الذهب، نعم، والفضة بتكون كام الكمية؟ 500 وكام؟ الزكاة في الذهب تكون 595 جراما من الفضة، وأما الذهب فبيكون بكام؟ ب85 جراما. نعم، هذا هو النصاب المعروف، والعلماء يقولون يقدر أن يعني النصاب بحاجة الفقير، يعني احنا الفقراء الأرفق بالفقير هو أن تقدره بالإيه؟ بالفضة، لأن يعني ثمن الفضة أقل، وبالتالي ممكن تكون مثلا بالمغربي تبقى 10,000 درهم مثلا ولا حاجة، هو ده اللي تقدر إذا حال عليه الحول، إذا بلغ النصاب هكذا حال عليه الحول فتؤدي الزكاة، وكذلك عروض التجارة، نعم، بتقدر هذه البضاعة. قال باب الرجل يكون له الدين وهل عليه في زكاة؟ قال أخبرنا مالك، قال أخبرنا محمد بن عقبة مولى الزبير أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم، قال قلت هل فيه زكاة؟ قال القاسم إن أبا بكر كان لا يأخذ من مال صدقة حتى يحول عليه الحول. قال القاسم وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم سأل الرجل هل عندك من مال قد وجبت فيه زكاة؟ فإن قال نعم أخذ من عطائه زكاة ذلك المال، وإن قال لا سلم إليه عطاءه. قال محمد وبهذا نأخذه قول أبي حنيفة. يسأله هل عندك من مال قد وجبت فيه الزكاة؟ نعم، يأخذ من هذا العطاء الزكاة. نعم، إذا قال لا ليس عندي المال الذي تجب فيه الزكاة لا يأخذ منه. قال محمد بهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة. قال أخبرنا مالك، قال أخبرني عمر بن حسين عن عائشة بنت قدامة بن مظعون عن أبيها قال كنت إذا قبضت عطائي من عثمان بن عفان سألني هل عندك مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فإن قلت نعم أخذ من عطائي زكاة ذلك المال، وإلا دفع إلي عطائي. باب زكاة الحلي. قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن حلي فلا تخرج من حليهن الزكاة، وهذا هو الراجح عند الفقهاء، هذا هو الراجح. البعض قال لا فيها الزكاة، قالوا الذهب المحلق وهذا الكلام، طبعا الراجح فيه أنه ليس فيه زكاة إلا إن كان يدخر، ما يبقاش بقى حلي على زي يعني تشتري ذهبا سبائك أو أي حاجة زي كده ليس للزينة، وإنما تأخذها للادخار، فبيبقى فيها في 85 جرام، إذا حال عليه الحول فيها ربع إلى 20.5%. قال أخبرنا مالك، قال حدثنا نافع أن ابن عمر كان يحلي بناته وجواريه فلا يخرج من حليهن الزكاة. قال محمد أما ما كان من حلي جوهر ولؤلؤ فليست فيه الزكاة على كل حال إلا أن يكون للتجارة، وأما ما كان من ذهب أو فضة ففيه الزكاة على كل حال إلا أن يكون ذلك ليتيم أو يتيمة لم يبلغ، فلا يكون في مالهما زكاة، هو قول أبي حنيفة. إذا إن شاء الله نكتفي بهذا القدر شيخان الحبيب عند باب العشر، عشان الغرفة هتفصل على وشك أنها تفصل، يبقى 331، وإن شاء الله نلتقي على الخير. حمدني الفتح خطأ عندي في النسخة، نعم هناك تصحيح من شيخنا بالكسر، فلعل هذا خطأ طبعا، نعم، بارك الله فيكم، شكرا يا مولانا، بارك الله فيكم، حفظكم الله ونفع الله بكم. إن شاء الله نلتقي على الخير في موعدنا يوم الاثنين القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.